انما قد وقد ولا خلاص محسومه؟ يعني برضو مش هقدر اقولها، لان دي برضو تبقى للجهاز ممكن التركي. تظهر بعد كام يوم يعني. ان شاء الله. طيب شفنا النهارده طاهر محمد طاهر كاد ان يبكي او بكى بقى، يعني كان نفسه يشارك في المباراه، حابب تقول له حاجه؟ لا، طاهر لعيب كويس وبيجتهد على فكره. طاهر من الناس اللي بتتمرن بشكل قوي جدا طول الوقت، بس لازم يطور اي من نفسه لازم. يعني بص، كل واحد طبعا بيبقى محتاج ان هو يبقى موجود يعني طول اللعيب الوقت. الذكي يا كابتن انه ياخد الدروب اللي يحصل او التراجع لتبقى يعني انطلاقه جديده له، يعني اللعيب الذكي يعمل كده، يعني ما تبقاش الموقف ياثر عليه فيبعد، لا ده هو يعني حتى انا بقول كده كهربا مثلا الموقف ده حتى لو قلنا استفاف ياخد منها نقطه انطلاق جديده، طاهر محتاج يعمل كده، محتاج يطور لانه وينج الاهلي مش وينج في اي نادي. طاهر لعيب مجتهد جدا جدا جدا، وعلى طول بيحاول وعلى طول بيجتهد، وهو لعيب كرة مثقف، بيحاول يذاكر بشكل كويس جدا، واكيد المجهود اللي هو بيعمله ده ربنا هيكرمه في الاخر يعني ان شاء الله. تمام. انت بقى بتدي الـ 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 الشغل بتاعك وانت فرود للفراوده بتوع الاهلي ولا بتعرفهمش انت مين ولا ايه؟ ها؟ الاجوان بتاعت سان داونز وكايزر تشيفز والكلام ده؟ الاجوان موجوده على اليوتيوب، اللي عايز يتفرج هيتفرج يعني. لا قصدي دروس ايه بنت لذينه، خد بالك، والسبرنت الاولاني اول 10 متر دي والكلام ده، ولا بيبصوش على حبيبي الكلام ده؟ والله بقى يعني، بكل واحد بقى اللي كل واحد بيجتهد، اللي طب بيجتهد بقول لك عايز ايه، عم يشوف. منصف كان عامل تصريح قال لك الحضري مصنوع وفي حراس مصنوعين وحراس موهوبين، في ماتش السته وانت بتجيب في الاجوان حسيت انه موهوب ولا كان مصنوع؟ مين عم منصف؟ تصبح على خير يا استاذ لا محمد، بلا لا استنى راح فين؟ مش قادر والله والله، جاي طب ماتش اسالك بس تعبان. على الشناوي عشان الناس تطمن على الشناوي، يعني الشناوي علاجه. ماشي في البرنامج بتاعه بشكل كويس جدا، والشناوي انت عارف نجم كبير وحارس مصر الاول، وعارف هو خطواته ماشيه ازاي، وهو مركز جدا في العلاج، وان شاء الله في اقرب فرصه هيكون جاهز يعني ان شاء الله. كل خطواته مدروسه، وهو ماشي على البرنامج بحذافيره يعني، والدنيا ان شاء الله تبقى في القريب جدا يبقى موجود ان شاء الله.